بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. راح نبدأ اليوم مع بعض كيكة الجزر العجيبة من ألذ الكيكات اللي ممكن تذوقونها. هذه الكيكة فيها خدعة بسيطة ولكن الطعم راح يفرق وتصير فعلا عجيبة. في البداية نحتاج 3 أصابع زبدة بهذا الشكل، توزنونها بالميزان. نحط القدر على نار متوسطة إلى هادية حتى تذوب الزبدة وتتحول إلى البني. لا تخافون، عطوها وقتها حتى تتحول وتتحمص إلى اللون البني بهذا الشكل على نار هادية جدا. هذا شكلها بعد ما تغير لونها وصار ريحتها مثل حليب البودرة المحموس. نصب الزبدة المحمصة في إناء عشان تبرد، وانتبهوا الحكاكة حقت الزبدة والبقايا ما تنزل لأن فيها مرارة، هذه غير مرغوبة أبدا. راح نترك الزبدة المحمصة على جنب حتى تبرد وتصير بحرارة الغرفة. الآن نحتاج جوز الهند ولازم نحطه على النار ونحمصه. نحركه زي كذا على نار هادية حتى يتغير اللون. بعد ما وصلنا لهذا اللون الآن نحطه بإناء حتى يبرد. المكون الأساسي جزر مقشر بهذا الشكل، راح أبشره بالبشارة الإلكترونية هذه. بسم الله أشغلها وأبدأ أضغط عشان يعطيني بشر متساوي بنفس الحجم وبنفس. أخذ الجزر بهذا الشكل وأوزنه وأعرف المقدار اللي أنا أحتاجه اللي هو 2 كوب بهالشكل. هذه هي أسهل طريقة للبشر. نبدأ بخلط المقادير. أول شيء عندي البيض، الآن نحط الفانيليا ويفضل سائلة، السكر البني. اللي دائما يتحجر معاها السكر البني تحط قطعة خبز سواء صامولي أو توست. أنا أحط الصامولي بهذا الشكل أقطعه، ومن بكرة يطلع يابس والسكر يرجع رطب ولين. ونبدأ بالخلط حتى يتضاعف حجم البيض. وخلال ما الخلاط يخلط راح ننزل الزبدة المحمصة اللي بردت بهذا الشكل، وبعدين كمية الحليب. هنا عندي النواشف الدقيق وحط عليها البيكنج باودر والبيكنج صودا لأن فيها حوامض. رشة الملح ضرورية، ملعقة قرفة مطحونة، وننخل كل النواشف بالمنخل الكوب مباشرة على السوائل بهالشكل. الآن نخلط، مجرد ما يختفي الدقيق نوقف، ما ننسى نكشط الحواف ونرجع نخلط خلطة أخيرة. راح ننزل على الخليط جوز الهند المحمص وأيضا الجزر المبشور. نعطيها تقليبة خفيفة بالخلاط شيء ما يتجاوز ثواني. هذا هو المزيج السحري والعجيب لكيكة الجزر العجيبة. صواني الكيك أبخها بالزيت كارليكس بهذا الشكل، وبطنها بورق الزبدة عشان أضمن أن كيكاتي ما راح تلصق وما يروح كل تعبي على الفاضي. بسم الله أبدأ أقسم خليط الكيك بواسطة مغرفة أو كوب، وهذه الصواني الخليط الواحد عبالي 4 صواني بالراحة، بس لازم يكون حجمها 6 إنش زي الشبر. أدخل الصواني في فرن مسبق التسخين من فوق ومن تحت مع تشغيل المروحة. هذه كيكاتي بعد ما طلعت من الفرن، طلعت لها قبة لأني نسيت أحط حزام الكيك، لوني حاطتها كان ما طلعت القبة، ولكن الريحة خيالية. جهزت كريمة التشيز وعندي هنا كل الكيكات مغلفتها ومبردتها كويس بالثلاجة عشان أقدر أشتغل عليها براحتي وما تتعبني بالتقطيع والحشو. ضروري أقصص القبة حقت الكيك عشان يعطينا كيك متساوي، كل كيكة أشيل منها القبة وأرتبها وأواسيها عشان تكون متساوية. الآن راح نبدأ نطبق الكيكة. هذه الكريمة وهذه كيكاتي مقصصتها وجاهزة، وهذا الجوز والكراميل. ضروري في البداية أحط شوية كريمة على البورد عشان يعمل عمل الغراء وتلصق الكيكة على البورد وما تتزحلق نهائي. بسم الله أحط أول طبقة، وضروري تكون باردة من الثلاجة عشان تكون متماسكة بهالشكل وما تتعبنا بالتغليف. أبدأ أحشي. في البداية راح أسوي حدود بهالشكل بواسطة الكريمة، وراح أرفعها عشان أعبي كراميل وما يطلع أبدا. شفتوا كذا سوينا حاجز يمنع الكراميل.
الحين راح أفرد الكراميل بهالشكل الحلزوني، هذه أسهل وأسرع طريقة عشان الحشو يكون بنفس الارتفاع. نوزع الجوز ونحط الطبقة الثانية ونواسيها كويس بهالشكل. أحد الأسرار أن آخر طبقة تحطينها في سطح الكيكة تكون مقلوبة عشان تعطينا سطح متساوي ومستقيم. الآن ضروري نعبي الفراغات للكيكة عشان إذا جينا نعبي بالقمع العملاق ونغلفها ما يكون فيها فجوات. نشيل كل الزوائد بهالشكل عشان تعطينا كيكة متساوية قدر الإمكان. تقدرين توقفين عند هذه المرحلة وتزينينها بالورد وتقدمينها مباشرة، بس أنا راح أغلفها. أفضل طريقة للتغليف بالقمع العملاق في وجه مسنن وفي وجه متساوي، راح أستخدم المتساوي، أحطه بهالشكل وألف ستاند الدوار، وبكذا غلفنا كيكتنا بثواني معدودة بدون أي جهد. الحين بالسكريبر المعدن نمسكه بهالشكل ونحطه على البورد ونسحب عشان نشيل كل الزوائد، وبنفس الوقت تعطينا كيكة متساوية الجدران بلحظات معدودة. كثير تطلع لكم هذه المشكلة وتشتكون منها، الحل هي انك تحطين طبقة كاملة من الكريمة من جديد بهذا الشكل وترجعين تكشطينها بالسكريبر المعدن كذا زي كذا، تحركينه بشكل دائري وبكذا تكتشفين ان الزوايا صارت حادة بثواني معدودة. بسباتشولا المعدن اسحبي السطح الى المركز والكريمة الزايدة حطيها بوعاء الكريمة وكملي على كامل الكيكة حتى تعطيك كيكة حادة الزوايا وانيقة ومرتبة. شوفوا شكله كيف طلع مرتب وجميل. راح اغطي الكيكة بالجوز المكسر بهالشكل، تمسكونه فوق الصحن اللي مليان جوز وتضغطونه بخفة على الكريمة قبل تدخلونها للثلاجة عشان يمسك عليها الجوز ويعطينا شكل جميل جدا. أبدأ الحين أنزل دريبز من الكراميل أو من القناش حسب حاجتك، أنا لأن كيكتي جزر اخترت الكراميل وطريقة الدريبز تكون بهذا الشكل، وأحاول أوزعه بالراحة على سطح الكيكة وسويت دريبز. بسم الله، الحين أحط الوردات بهذا الشكل ونسقها بشكل جذاب. الورد الطبيعي ضروري إذا جيتي تحطينه بالكيكة تغلفين السيقان عشان العصارة ما تطلع على الكيك وتسبب مرارة. اللي صعب عليها تستخدم طرف المقص وتدخل الوردات. وبكذا اكتمل تنسيقنا لكيكة الجزر العجيبة اللي يذوق طعمها ما راح يندم وراح ينبهر من اللذاذة. وهذه أيضا كيكة ثانية ما غلفتها، خليتها كذا نيكد وزينتها بالورد، شوفوا كيف جميلة جدا.